أيام المجد انتهت يا ابني. لا لا ما انتهت، لأنك أنت ما راح تموت، ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. أيوة علي، عاوزك تجيب لي كل تفصيلة صغيرة وكبيرة عن زيارة خميس للنوح. يعني إيه إزاي؟ تصرف يا علي. طيب مع السلامة. سلام. أهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا أم، عاملة إيه؟ أعمل إيه يعني؟ قاعدة زي قبضة قطعة أهو، ده أنا حتى العشاء ما تعشيتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسة كلت وملت بطنها، وفي الآخر جايبة لي فصين برتقال. كلام إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ يا بشاير بشاير. والله يا حبيبي لسه شايلة الأكل من قدامها دلوقتي. أنا كدابة بقى وست كبيرة وبخرة، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف؟ انت تايه عنها يا إسر، ما انت عارف ان التركي أكل دماغها. برضو اللي التركي أكل دماغها. انما يا بنت الحلاوة دي من امتى؟ ده انت اللي هتاكل دماغي كده. لا وكمان عامله لك الأكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طقم الحنية ده؟ انت حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. اه لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي، يعني بقى لنا كام سنه متجوزين ما شفتكيش ولا مره حاطه احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بلده الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعه اليوم اياده كنت واحد تاني خالص. اهلا. مش هتدخل تغير هدومك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، اصل انت النهارده خيالك شاطح لبعيد بعيد قوي. بص عاوز اقول لك على حاجه، انا جاي من شغل مهدود وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز اقعد مع عمي شويه. ماشي يا ياسر ماشي، يبقى خلي امك بقى تنفع. طبعا هنفع، امال انت اللي هتنفعيه؟ جاتك القرف. بص يا ياسر، الراجل ده بيحب الست دي، والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه، وهي بقى مشتاقله فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا بغاوري يا ابن الكل. انت هتفضل قاعد كده جنب الشباك؟ ما تقوم تريح جسمك شويه بدل ما انت بتنازع طول الليل. ما تخلص يا ابني انت، بلاش لك هلع. انا جاي اشوش مغاوي. عملت ايه؟ لفيت لك في الحته كلها، مفيش حد عنده اصل. اصلي والله صيني، انا هتجوزه. خلص اخبط شوشه. طب اخلع خفيف. انا عايز اعرف انت بتتسير مع مين كل ده؟ يا سلام لو الناس تخليها في حالها. يا راجل يا راجل، الحاجات اللي انت بتبلبحها ديت مش للي في سنك. لمي لسانك يا وليه انت واعملي لك قفله. انا خايفه عليك، الحاجات ديت اخرتها يا تسليم نمر يا هتعكس بدري بدري. ماشي يا دكتوره موجه بنت زكي حقنه. انت بتتمارس عليا؟ ماما عاوزة. استنى ما اشوف ابوك. انت عارف جوز خالتي سونا كان بيبلبع زيك كل يوم كده، واخرتها ايه؟ جابت دماغه. كوبايه شاي حبر. يوه هو ايه اصلا؟ ما الكوبايه هي قدامك ولا انت الشاي موصوف لك؟ وادي ام الكوبايه. اعملي بقى واحدة تانية تكون مشبرة للآخر، ما شوفش فيها خلق أهلك. أنا مش فاضية، هعمل الأكل الأول للعيال وبعدين أبقى أعمل لك كوباية الشاي الحبر. تعالى ولا منك لوح ساعدني. جاتك القرف مرة فقر. أوكي مستر لافلافاكس، كاتش يو ليتر، باي باي. خير؟ صحي بدري ليه يا قمر؟ مفيش، نومي متلخبط شوية. عادي يعني. طب كويس، قولي لي يلا كنت عايزاني في ايه؟ أنا بفكر أرجع أسافر تاني. إيه يا فاري؟ وسيبيني لوحدي. يا بابا إحنا قاعدين في بيت واحد، بس كل واحد مننا في دنيا غير التاني. ده إحنا بيعدي علينا أيام ما بنشوفش بعض خالص. عادي بقى مش فارقة. ما أنا سايبك تقابلي أصحابك اللي بتقولي إنهم وحشوكي وأنتي وحشتيهم. أنت عارف إيه اللي وحشني بجد؟ ماما. نفسي أحلم بيها، نفسي تجيني في المنام ولو مرة زي ما بسمع من ناس كتير. نفسي أروح أزورها في قبرها. الله يرحمها. أنت اتعديتي من مين؟ أنا عشان كده مسفرك بره على طول عشان ما أقعدش أسمع المواويل دي.
جرية يا فيري، العمارة ناشفين والحياة ناشفة وإحنا لازم نغلبها. عموماً أنا مضاب لك مفاجأة هتخرجك من المدة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ ولا أقول لك ما تقوليش، أنا فعلاً محتاجة المفاجأة تخرجني من كل الملل اللي أنا فيه. طب ما تعملي لي انت مفاجاه تخرجني من الملل اللي انا فيه، وتعزمي صحباتك الامامير يلبسوا بيكيني ويبلبطوا هنا في البسين. دي بقى المفاجآت اللي ترد الروح. تاني فيهم؟ الخلخال ولا اللي جاب الخلخال؟ فشر خلخال ايه بس؟ اللي جاب الخلخال طبعا. انا اول ما شفته قلت لا، ده رمانه مكتوب عليه رمانه، ولا اصلي غاوي خناخيل، انا احب الخناخيل قوي، ولما كنت صغير بمسك بيها في دي الجلابيه امي. ياه ايام. الله يمسيكي بالخير يا امه، وكانت بتوزع بضاعه ساعتها، وكل زبون ليه رنة خلخال. وانا في ديك الساعة لما ابقى في ظل الست ضاوية على سن ورم. ضاوية دي ملهاش ظل ولا خيال، دي حاجة كده زي المعجزات، تربح في المزاج وتتحكي زي الحواديت. ياه، الواحدة ما تعرفش قيمة الأم غير لما بتحب. تصدق إن أنا دايما لما بكون جنبك بشتاق لأمي قوي. اشتاق لأمك؟ ليه؟ وانا شبهها قوي كده يا رمانه؟ انا ما بهزرش يا خميس، انا حتى مش عارفه شكلها، فاكراها كده طشاش، ما شفتهاش غير في قبرها الله يرحمها. ومن ساعتها وانا مرميه مع ولاد خالتي، صبيان على بنات في شقه قد الحق، بننام فيها زي عيدان الكبريت. وابويا برضه فص ملحوداب، ولما زهقت وطقت سبتهم وهجيت، ولما سألت عنه قالوا لي انه حصلها في قبرها هو كمان، مات الله يرحمه. بقيت لما بشتاق لهم اروح لقبرهم ازورهم واحكي معاهم واقرا عليهم الفتح. خميس، انت نمت مني يا اخويا ولا ايه؟ يا بنت انت بعض سواعي كده بتبقى عليكي حواديت كئيبة كئيبة، بتفكرني بالقناة التالتة والمتخصصة. فدي جابتني كده معانا في التت والشعبيات كده. تت يا بنت والشعبيات كده يا بنت. أنا أصلي ببقى مرتاحة معاك، بحكي معاك بفضفض. ارتاحي بس ما تاخديش ال 30 حلقة كلها دراما. صباح الفل حبيبي. صباح الفل. شديد شديد. مش ريست بقى ولا ايه؟ تموت انت في العاب القوة دي. طبعا، نهار وليل وليل ونهار. الصبح يا خميس. وماله؟ ريست على الصبح كده. ريست الصبح ده هو اللي هيظبط ريست بالليل. واحد. اتنين. تلاتة.